الناس كلها عايشة في رعب بسبب عمليات الخطف اللي بقت بتحصل بشكل رهيب جدا، اللي زي دول فعلا لازم يكون عقابهم الإعدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اختطاف الطفلة كرم أحمد عمران التابعة لميت غامر محافظة الدهلية. الحمد لله البنت رجعت لأهلها، لكن هي ما زالت في القسم علشان خاطر الإجراءات اللي بتتم، وبعد كده هتروح لأهلها. الحمد لله الفضل يرجع لربنا أولا، ثم تفاعلكم ولرجال الشرطة اللي قدرت توصل للست دي وللمساعد بتاعها اللي هو شغال سواق توك توك. لكن الأهم من ده كله العقاب بتاعهم هيكون ايه؟ اللي زي دول فعلا لازم يكون عقابهم الإعدام، لأن دول طول ما هم موجودين في كل مكان بيقفوا فيه وبيروحوا فيه بيكونوا خطر على أطفال تانية كتير. اللي زي دول فعلا لازم يكون عقابهم الإعدام علشان يكونوا عبرة لغيرهم. اللي زي دول لو ما تعدموش كلها كام يوم أو كام شهر أو كام سنة ويطلعوا وينفذوا نفس الجرائم بتاعتهم تاني، لأن اللي زي دول عمرهم ما بيتعدلوا أبدا. الناس كلها عايشة في رعب بسبب عمليات الخطف اللي بقت بتحصل بشكل رهيب جدا. ياريت يا جماعة كلنا نخلي بالنا على أولادنا وما نخليش الأولاد يخرجوا لوحدهم في الشارع. الكلام ده نبهنا عليه أكتر من مرة، كل واحد يخلي باله من ابنه وما يسيبوهش يخرج في الشارع لوحده. رايح الدرس روح وصله، رايح يشتري حاجة من السوبر ماركت أو غيره انزل معاه ووديه، ارجع بابنك في ايدك في امان بدل ما تسيبه وما تلاقيهوش تاني، لكن وقتها هيكون فات الاوان. كاميرات المراقبة ليها دور كويس جدا، لان ده بيكون طرف خيط ان رجال المباحث يقدروا يوصلوا للمتهم او المجرم في اقرب وقت ممكن، بيقدروا يلحقوا قبل ما يفوت الاوان. كاميرات المراقبة فعلا ليها اهمية كبيرة جدا في كل مكان، فياريت يا جماعة اي حد عنده اي محل في اي مكان يركب كاميرات مراقبة قدام المحل عنده، لان ده بيسهل عملية العثور على المجرمين لما بيحصل اي حاجة. في حالة ظهور اي تفاصيل جديدة عن اللي خطفوا الطفلة كرم احمد عمران هنبلغكم بيها. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.